يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك امرأة اعتادت أن تصنع الخبز الطازج كل يوم، وأن تضع رغيفا على نافذة دارها لأي جائع، فكان هناك رجلا مسكينا يأخذه يوميا ولا يقول في كل مرة إلا جملة واحدة: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. ومن كثرة تكراره لهذه الجملة كل يوم، لعبت النفس الأمارة بالسوء دورها مع المرأة وأخبرتها بأن ذلك الرجل المسكين بدلا من إظهار امتنان لمعروفك إليه يقول جملته اليومية. وباليوم التالي وضعت المرأة سم بالرغيف الذي ستضعه على النافذة، ولكنها بآخر لحظة رجعت إلى الله وتابت من ذنبها وألقت الرغيف المسموم بالنار ووضعت رغيفا غيره للرجل المسكين. وكان لتلك المرأة ابنا شابا سافر للبحث عن عمل من شدة الضيق، ولكنها كانت أخباره منقطعة عن والدته من أعوام مضت. وبذلك اليوم دق بابها، وعندما فتحت وجدت ابنها واقفا أمامها بثياب ممزقة وقد علا على وجهه ملامح التعب الشديد. أخذته في أحضانها والدموع تزرف بحرارة. مسح بيديه دموع والدته وأخبرها بأن تحمد خالقها الذي بعث إليه رجل طيب القلب أعطاه رغيفا ليأكله، بعدما أخبره أنه رجل مسكين لا يقوى على العمل، وأن ذلك الرغيف هو قوت يومه، استصنعه له امرأة طيبة القلب كل يوم وتضعه له على نافذة منزلها. هنا علمت المرأة معنى جملة الرجل المسكين: الشر الذي تقدمه يبقى معك والخير الذي تقدمه يعود إليك. وإنها لو لم تلقي بالرغيف المسموم في النار لكان أكله ابنها